السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. موضوع اليوم راح نشرح على الأوفوميتر، هذا النوع، هذا النوع الحديث. النوع هذا كقالب أو شكل اللي يتألف منه، يتألف هو سيلكتر اللي موجود هنا وأربع سويتشات موجودات هنا مغيرة ليمت على واجهية الشاشة. الشاشة هاي المساحة مالتها جدا راقية والقياسات مالتها حلوة، الأرقام كبيرة. أما المداخل البورتات اللي موجودة، موجودات بي ثلاثة، موجودات بالكم والحار اثنين، هذا المدخل مال الامبيريا وهذا مدخل الموجب الفحص وغيره. اما الاطار اللي موجود هو فوق هنا مصباح مخلين بيه ليد للاناره، اذا نشوفها بهذا الشكل هاي الاناره مالته، وهنا المكان هذا مخلين بيه ان سي في، هذا هو الحساس والمستشعر مال الحقل الكهربائي. نبدا بالفحص. الجهاز اول بدايه تشغيله راح يروح على التيار الاي سي والهرتزيه، بذن اثنين هن تقدر تتغيرهن، تغير على الاي سي، واذا تريد الهرتز مجرد انك راح تضغط على السلكت راح يغيرك على الهرتزيه، قراءه الهرتز. شلون نقرا الهرتز؟ قراءه الهرتز راح نخلي اي واحد من الاسلاك اللي موجودات هنا على ال 220. هسه هذا ال 220 نستخدم كابلك، اي خط من الخطوط هو 220 ننطيه هنا، راح يقرأ لنا 50 هرتز، وصل وقرأ لنا. ونرجع يعني رجع على ال 220 هذا هنا، اذا نطفيه ورجع ان شاء الله يرجع تلقائيا على قياس الاي سي. قياس الاي سي نخلي السلك هنا وسلك هنا على المداخل مالته وننطي 220، يقرأ لنا الفولتيه اللي موجوده بالمصدر اللي يمك اللي هي 260. طبعا الكهرباء مالتنا قوي 260، وهذا خلل عندنا بالكهرباء دائما نشكو من عنده. المقياس الثاني هو الدي سي، هاي التحويله، الرنج الثاني هو على الدي سي. الدي سي هنا التغييرات مالته انت حسب القراءه تريد ايش قد عندك الفولتيه اللي موجوده، واذا تريد تبقي تخلي على الاوتو بعد ما تشغل اوتو راح هو يقرا لك التيار الدي سي. اي مصدر جهد موجود عندك دي سي اذا تريد تقراه، بس مجرد ان تلامسه هو على الاوتو راح يقرا لك الفولتيه اللي موجوده. هسه حاليا انا عندي باور سبلاي 15 واتحكم بها، اقلل وانقص بكيفي، هاي مثل ما تشوفون الواحد ويغير. اذا تريد مثلا تفحص بطاريه، هاي بطاريه تفحص ايضا القراءه مالته نفس القراءه على الدي سي، يقراها والقراءه مالته صحيحه ما بها اي مشكله، قراءه الدي سي. قبل لا انتقل على من الدي سي على الاوميه والدايود الفقره الثالثه سلكت الثالثه، راح ارجع على الهرتزيه. هنا بالهرتز اكو عندي قياس الهرتزيه اللاسلكي، يكون يعني بعد ما هو على الاي سي حولت على الهرتز، اقدر بس مجرد اني اخلي الكهرباء موجوده فقط على السطح مال المستشعر، بس مجرد ان اخلي السلك هنا راح يقرا لي الهرتزيه مثل ما تشوفون هنا، بس مجرد اني اقاربنا من عنده، لان المستشعر ماله نوعيه جيده يعني القوي. بعدها راح انتقل على السلكتر الثالث اللي موجود هنا. بالخطوه الاولى اول ما تشغل هو الاوميه، هنا يقرا قبل على الميجا اوم، وانت من تريد تفحص باي مقاومه هو راح، لان هو هسه مضبوط على الاوتو، الرنج ماله على الاوتو، فنبدا اول شيء نقرا نشوف نفحص المقاومه اللي موجوده هنا بهذا الشكل. المقاومة هنا 4 كيلو على المقاومة هاي. إذا نباع للمقاومة ونقراها إيش قد النسبة مالته؟ 4 كيلو أوم. نطالع نفس القراءة 4 كيلو أوم بهذا الشكل و7 بالعشرة. القراءة الثانية نحول السلكتر على الدايود، هذا المكان هو قراءة الدايود. إذا ضغطنا هنا على نفس السلكتر اللي موجود هنا سلكت على الدايود ونفحص الدايود هذا العادي حتى نشوف القراءة مالته والحجم ماله ايش قد بهذا الشكل، قرانا 507 النسبة مالت الدايود، لكن إذا نعكسها ما راح يقرأ، إذا ما قرأ عندنا إذن الدايود ما بي شيء، وبهذا الشكل هي القراءة الصحيحة مالته. قياس الموسفت او الترانزستور راح يكون ويا الدايود على اعتبار هو كله عنصر السيليكون، وايضا الترانزستور هو مؤلف من نظام دايود بداخله يكون، فنخليه بهذا الشكل ونفحص
على وضع الدايود بنفس طريقة الدايود، لكن كالفحص العادي اللي بكل الأجهزة بهذا الشكل. راح يعطينا القراءات اللي على أطراف الترانزستور بهذا الشكل. نفحص الجهة الثانية، نغير السلكتر على الصفر أوم اللي هو البزر الجرس. هنا الجرس راح يعطينا صوت بحال توصيل الدائرة أو فصلها، يعني الصفر أوم اللي هي أو الفصل أو الاتصال، مثل ما نشوف هنا مثلا، هنا قاعد يوصل ويوصل على الملف اللي يوصل أو الدوائر المغلقة أو المفتوحة، حتى يعطينا الدلالة أن هي متصلة أو مفصولة. القراءة الأخيرة اللي هي النانو فراد، قراءة المكثفات. قراءة المكثفات إذا نخلي الكلاب هذا الالكتروني مال القرص ونفحص أي مكثف، هسه عندنا هذا مكثف وما نعرف القراءة مالته ايش قد هي الموجودة، الموجب هذا موجود هنا نركب عليه، وهذا السالب هذا الشكل وننتظره 22 مايكرو فراد يوقف، 22 يوقف مايكرو فراد القراءة البي. نشوف المكثف ايش قد اللي موجود عليه هنا، اذا انواع المكثف 22 مايكرو فراد، القراءة مالته صحيحة وماكو اي مشكلة. واذا اريد اقيس المكثف هذا السيراميك نفس الوضع، يبقى على على النانو فراد على وضع الاوتو، واركب على اقطاب المكثف السيراميك، طلع عندي 1 مايكرو فراد 1.400 يوف 1 مايكرو فراد. نحول السلكتر على القراءة اللي بعده اللي هي الهيرتز. فاذا اريد نقرأ الهيرتزية اللي موجودة اي خط من خطوط الكهرباء ال 220 او اي مصدر موجود عندك محولة او غيره، بس تخلي السلك هذا توصل واحد من عندهم مجرد توصيل وتشغل، قرأ لك الهيرتزية اللي موجودة على الشاشة مباشرة. قراءة الهيرتزية بهذا السلكتر اللي موجود اللي هو خاص بالهيرتز هنا بهذا المكان ما راح يشتغل عندك المستشعر. المستشعر يقرأ الهيرتزية بهذا المكان فقط اذا خليتها على الاي سي هنا، فقط على الاي سي. اذا تخليه هنا وتغير المستشعر على الهيرتزية راح بس مجرد انك تخلي قرب المستشعر هنا الحار بهذا المكان راح يقرأ لك الهيرتزية بدون ملامسة. لكن هنا اذا غيرت الرينج على اختصاص الهيرتز السلكتر مال الهيرتز شرط لازم تلامس الكهرباء اللي موجودة عندك بهذا الشكل، يلا تحصل على القراءة. نبدأ بقياس الامبيرية. هذا قياس الامبيرية. الامبيرية لازم تشيل القابس اللي موجود مال الموجب هذا مال الحار، تغيره على الامبيرية اللي موجودة هنا، ترفع من هذا المكان الموجب والدايود المقاومة على الامبيرية. إذا أنت عندك قياس من 1 أمبير فما عليه تخليه على الأي. هذا عندنا مصدر كهرباء 9 فولت مفتوح المصدر الأمبير ماله، لكن يعتمد على الوطية مال الجلوب هو راح ينقلنا بها الأمبيرية. فإحنا راح نفحص إيش قد موجود، إيش قد قاعد يسحب لنا هذا، إيش كم أمبير قاعد يسحب لنا هذا المصباح. نربط السالب على السالب ونربط واحد أطراف المصباح على الجهاز. قرأنا 1 أمبير. لكن إذا قوينا الكهرباء انطينا أكثر راح يقرأنا أمبير ونص، فعرفنا أن القراءة هي أمبير ونص. المصباح هذا جاي يستهلك أمبير ونص. إذا كانت الفولتية أقل راح يصير السحب مال الأمبير أيضا أقل، فإحنا نقلل نشوفه راح يقرأنا جوا الأمبير 900 ملي أمبير. إذا نحوله على الملي امبير لهذا المكان قرا هنا 8 ملي امبير، هاي القراءه مالته بعد الصفر. هذا السلكتر هو قياس الملي امبير. هسه راح ننتقل من الملي امبير على المايكرو امبير، هذا الرمز اللي موجود هنا، هاي العلامه مالته، هذا هو المايكرو امبير رمز يو اي. فحص هنا يكون المقاومات اللي هي ما تستهلك كهرباء الا بالمايكرو امبير يكون الصرف مالها تيار. فاذا عندنا نفرض ان هنا 1 فولت وعندنا مصباح، المصباح هذا 12 فولت، وايضا اقل ال 1 فولت نص فولت هسه موجود انا عندي بالباور سبلاي منطي،
حتى اذا تشوفونه ما قاعد يشغل المصباح قليل. فاذا اريد افحص ايش قد الامبيرية اللي جاي استهلكه اخليه على المايكرو امبير، اخلي سالب هنا على سالب هذا المكان، واوصل الموجب ايضا. شوف القراءة مالته، القراءة اللي موجودة هي 6 مايكرو امبير صرفية مالته هنا على الشاشة. هسه غير السلكتر على هاي العلامة اللي موجودة بعد المايكرو امبير، هذا المكان اللي تشوفون هاي العلامة اللي هنا، هاي العلامة اللي موجودة هي بلاس جنريتور، هذا هو مولد نبضي ينطيك نبضات حسب اللي تريده انت. اذا عندك اي جهاز اللي تفحص ايش قد يحتاج نبضات، ايش قد يحتاج هيرتزية، لان هي النبضة هي الهيرتز، تحتاج 50 100 1000 1500، الالفين والثلاثة الاف والاربعة الاف والخمسة الاف هيرتز نبضة هي نحتاجها بالدي سي مو بالاي سي، لكن بالاي سي نحتاج فقط هي 50 اللي هي الكهرباء الوطنية. اذا انت مثل صنع لك عاكسة وبها تايمر وتريد تنطي نبضات 50، راح قبل تستخدمها من الاوفوميتر تنطي النبضات مثل ما هاي 50 هرتز، هنا تنطي اذا تريد 100، اذا عندك المشروع هو نقول بالدي سي تريد تشتغل، لان الدي سي يصرف هواي المذبذبات وغيره، 200 300 400 500 وهكذا لحد ال 5000، هسه 4000 5000 ويرجع ل 50 هرتز. عندك هسه طبعا هذا الجهاز هاي النوعيه القديمه ايضا موجود به هذا المولد النبضي بي هنا موجود، هذا المكان ماله نخليه على ارسال اشارة نبضية هنا 1200، هو ايضا 50 يطي 50 او 55، لكن قراءة الشاشة مو مطابقة للنبضات اللي موجودة. هسه انا راح انطي 55 قاعد ينطينا، هاي الدائرات الاي سي وصنع التايمر ننطي للتايمر على مود نشغل عاكسة، فهنا راح انطي مولد نبضي قوته 55 واريد اقرا شقد ارسلت انا شقد كم هرتز عندي هنا. هذا مجرد توضيح للمولد النبضي، اعطيكم توضيح. نحول على الهرتزيه ونشكل التوصيلات موجب على موجب وسالب على سالب، نشوف ان المولد النبضي جاي يعطيني 55 هرتز هنا. ال 55 هرتز بهذا الجهاز اقدر اركبها على تايمر مال عاكسه واشغلها بدون مذبذب، يعني انا اخلي ال 55 هي اللي راح تعطيني 55 هرتز كهرباء افحص بها العاكسه او الدائره مالت العاكسه. هسه هذا الجهاز انطاني 55 حسب قراءه الهرتزيه اللي موجوده هنا عندي. فنفس الحاله هذا الجهاز من اخلي على المولد النبضي ايضا يعطيني 50 ويعطيني 100 ويعطيني حد ال 5000، لان هذا النظام هو متطور، ايش قد تريد من عنده هرتزيه راح ينطيك نبضات بالقدر اللي انت تريده. هسه هنا انتهينا من المولد النبضي، نتحول على الان سي في. الان سي في اول ما تحوله راح يطلع لك الكتريك فيلد، حقل كهربائي، المختصر مال كلمه اي اف الكتريك فيلد. فالحقل الكهربائي بس مجرد انك ما تخلي الجهاز بالقرب من الكهرباء راح يستشعر بالكهرباء ويأشر انه موجود اكو حقل كهربائي، يعني بهذا الشكل ظل يأشر وينطي صوت على الموجب الحار. هاي من تحول السلكتر على الان سي في بهذا المكان، بخاصية موجودة اللي هي ايضا تشغيل الشاشة، اذا عندك تريد تقوي الانارة مالتك وتشوف ايش قد القراءة اللي موجودة، ونفسها تستخدم الهولد حفظ القفل الرقم اللي موجود بنفس السويتش هذا الموجود، هذا السلك هذا الرينج وهذا السلكتر ماله وهذا اللايت اللي يشغل الفوق. الجهاز يشتغل على بطاريتين 1.5، هذا النوع من البطاريات اللي يصير داخل الريموت هذا العادي، هاي البطاريات الصغيرة اقتصادي جدا اقتصادي، وبالباور اوف هو الاوتو يطفى واحدة تلقائي اذا تركت فترة راح يطفى واحدة. الفروقات اللي هي بين الاجهزة كلها متقاربة، ماكو فروقات شاسعة، يعني مو في الدرجات مهمة. الاجهزة كلها اللي يعني انا هذا الجهاز من جبته بس مجرد الحداثة، وبعض الاشياء مفقودة عندي بهاي الاجهزة فجبتها على مودها.
وقراءه الامبير شوي دقيقه بهذا الجهاز، والاجهزه الباقي عندي هي تشتغل ما بها شيء، فانا اخليها ما تعطل الحمد لله والشكر، ماكو بها مشكله. فمثل ما قلنا الفروقات ماكو فروقات بيناتها، وهذا الشرح اللي سويته على هذا الجهاز، لان اكو اخوي جاي يسالوني يقولوا اريد شرح على الجهاز اللي جاي تشتغل به شلون طريقه استعماله. فطريقه استعماله مثل ما تشوفونها بسيطه وما بها اي مشكله، وفد شيء حديث وجهاز صغير يعني الحجم ماله، اذا تشوفونه هذا الحجم ماله بالنسبه لهذا تقريبا شوي اكبر من عنده، النوعيه الاصفر القديم شويه اكبر من عنده، لكن الجهاز هو نازك شويه، واللزمه مالته والشغل به بسيط وسهل وممتع. فشكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظه، ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو. لا تنسون الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.